بغينا نتكلموا على كيفاش كنتعاملوا مع جدو عام بعد الفطام، حيت كتعرفوا العامل النفسي ديالهم هما وديال امهم وديال هذا، ومن بعد ولا خد الاستقلال ديالو ولا في البوكسه بوحدو ولا هو وجد اخر ولا هذا، كيفاش خاصنا نتعاملوا معاه وباش يفهم بلي راه صافي راه تفرق على هذيك يماه اللي عاش معاها واحد المده ديال 6 شهور او 7 شهور، وكيفاش كنعلموه باش يكون شخصيته حتى هو. اخواني بالنسبه لهذا الموضوع هذا، احنا فعلا ملي كنبغوا نفطموا الجذوعه، فشخصيا كنحاول ما امكن ما نحاولش نفطم واحد بوحدو، كنحاول نلاقيه يا اما نصبر عليه يا اما كنافونسي باش نفطر بجوج جذوعه ولا ثلاثه ولا هذا، ولا احسن كندير غير جوج باش ملي كنديرهم كنديرهم في جوج بوكسات بوحدهم وكنكونوا قريبين يماهم. يعني كندير البوكسات عندي مصافين، كنحط في بوكس هذوك جدوع اللي جاوا وتطمو، وعلي من كاين يمان الاخر، والشمال كاين امه الاخر، ديكو كيبقاو هما كله كيتشامهم مع واتهم هذا باش ما كيتفقش مره واحده، وحتى العوده حتى هي كنراعي ليها، راه ولدها كيبقى حداها واخا ما كيرضعش منها، وهذا راه كيبقى حداها كتشوفو كتشم وتشمو كلشي بالنسبه ليه حتى هو. ولكن الاهم كيف قال السي محمد طالور، هو حنا كنحاولوا نعطيهم واحد العنايه خاصه، الاهتمام، كنخرجوهم كنلعبوا معاهم كنحاولوا ندوشوا ليهم هما صغار، كنحك ليه كيجري، ولكن اغلبيه الاوقات كيدخل بالليل مثلا حدا يماه، ولكن اغلبيه الاوقات هذوك الجدوع هذوك الثلاثه ولا اربعه مثلا اللي تطمو كاملين مره واحده كيخرجوا كيدوزوا النهار كله في البادوك كيجريو، عندهم ماكلتهم عندهم الماء ديالهم كيبقاو كيجريو. كنربحوا جوج حوايج، اولا كيتوانسوا بيناتهم وكيبقاو يجريو، كيخرج ديك الطاقه اللي عنده، ولا كانت ديك الفقصه ولا ديك طلوع الدم اللي عنده جا من الفرق ديالو مع يماه، من داك العامل النفسي اللي كيتأزم به، كيولي مع صحابه كيلعب بحال الدري الصغير. الدري الصغير دابا لا غيبيع عليه يماه ولا باه، الا كيلقى مع من كيلعب ما غيديهاش مو باه، ما غيدي حتى يضر الجوع ولا شي حاجه. حنا كنعطيوه الماكله وعنده الماء ديالو كيبقى يلعب معاه النهار كله، هذا العامل الاول. والعامل الثاني ما نساوش الاخوان، وهذا نوصي صحابي كامل بها، هو ان الشمس مهمه جدا للجذوعه، لانها الفيتامين دي، هما في الصغر ديالهم محتاجين بها للتكوين، لتكميله ديال التكوين ديال الجسم ديالهم، خصوصا تقويه العظام، محتاجين لجوج حوايج، لي سيل مينيرو الاملاح المعدنيه والفيتامين دي، هادو هما اللي خاصين باش كيقويو العظام ديالهم. وعاد اكثر من ذلك كنشدوهم كنربحو بزاف الحوايج في هذه المعامله. اولا كنعلموهم انهم العقاله ما يبقاش يخاف، ما يبقاش يجري، ما يبقاش هذا، كيولي كيتعامل مع واحد الكائن اخر اللي هو الانسان، ما بقاش غير منه لمو هي اللي كتحكم فيه وهي اللي كدوي معاه وكتحاوروا بحركات ديالها بينه وبينه، لا دابا ولا معاه الانسان، وهذاك الانسان كيحاول يشدو يعنقو يحك ليه يدوش ليه، لدرجه ان كنشدوهم ونحكو باريو ليهم رجليهم، وكنعلموهم من الاول يباري ونقي ليهم رجليهم، ونقادوا له الجزرانه ديالو والحافر ديالو، نحكو ليه بين فخادو، يعني ندهنوا ليه نقلبوه الا فيه شي كراد الا فيه شي حاجه، يعني كيبدا كيستانس بهذاك الكائن الاخر اللي ولا هو اللي يعني بصفه مباشره معاه اللي هو الانسان، خاصو يفهمو مزيان. لهذا كنحاولوا هذا كيحاول يلعب معاه يعنقو يجري معاه، بعض المرات كيكون كاع كينعس كيدخل عنده البوكس كيدخل عنده كينعس عنده كيتكى معاه، وهذا هذه داخله في اطار ديال التربيه باش كيفهم بلي كاين واحد لاكرياتور واحد 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 الكائن اخر اللي هو الانسان، حتى هو راه كيربينا وحتى هو كيورينا، وخاصنا نمتثلوا لهذاك الشيء اللي كيطلب منا وداك الشيء اللي بغانا نديروه ليه.